مشاهدينا وينضم إلينا عبر سكايب من بغداد المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل جون دوريان. كولونيل جون، أهلا بك معنا. في البداية، هل لك أن تقيم لنا سير العمليات الأمنية في الجانب الأيمن من الموصل تحديدا وبشكل عام في الموصل، وكم تتوقع اللازم من الوقت المتبقي لإنهاء عمليات التحرير والقضاء على داعش؟ نعم، القوات الأمنية العراقية بدأت بالتقدم مجددا في غرب المدينة، ونحن نعتقد أن هذا السبيل الجديد للتقدم هو بداية النهاية لداعش في الموصل. العدو حتى الآن لم يتمكن من أن يقف حاجزا أمام تقدم القوات العراقية عندما تتقدم على أكثر من محور، وأعتقد أيضا أنه ليس لديهم القدرات القيادية والأسلحة والعديد الكافي لمواجهة هجوم القوات الأمنية العراقية، وفي نهاية المطاف سيهزم التنظيم، وربما يتطلب ذلك بعض الوقت لأن الوضع خطر والأرض أيضا صعبة بمعنى التضاريس والمناطق. فيما يتعلق بوسط المدينة والمدينة القديمة، كل ذلك كم تحديدا هذا الوقت كولونيل دوريان؟ كما قلت، بعد الوقت، لأنه لا يمكننا أن نتكهن بدقة. العدو طبعا متحصن في غرب الموصل، ويستعملون الألغام والمتفجرات والسيارات أو الطرود المفخخة، وهناك آلاف المباني التي يجب أن تنفذ أو أن نخرج منها قوات داعش، وهناك إمكانية أيضا لتفخيخ كل باب وكل نافذة، وهناك قوات تختبئ من داعش في كافة أنحاء المدينة، وبالتالي هناك خطر كبير، ونحن نريد أن يكون هناك حذر في التقدم كما تفعل القوات العراقية، ونحن نقدر ذلك. هل لديكم ولو حتى إحصائية تقريبية بالعدد المتبقي لعناصر داعش، وما هو دور التحالف في تحرير المتبقي من الموصل؟ نعتقد أن هناك أقل من 1000 مقاتل من داعش في غرب الموصل. القوات الأمنية العراقية قتلت الآلاف من هؤلاء المقاتلين عبر تقدمها في المدينة رغم صعوبة التقدم، وقوات التحالف ساعدت بضربات جوية وغارات وتقديم المعلومات الاستخباراتية للقوات العراقية، ولدينا أيضا مستشارين يقدمون النصح والدعم اللوجستي للقوات العراقية، والتحالف تعمل على تدريب 79 ألف أو ساعدت في تدريب 79 ألف مقاتل جندي في الجيش العراقي، وهم شاركوا في هذه العملية التي تقضي على العدو. كما تعلمون أن منطقة الحضر غربي الموصل حررت على أيدي عناصر الحشد الشعبي. أولا، ما هو تقييمكم لعناصر الحشد الشعبي، وهل شارك طيران التحالف الدولي بتغطية هذه المعركة؟ الحكومة العراقية وجهت التعليمات لكل جزء من القوات المسلحة. الحشد الشعبي كان دوره أن يضبط الممرات التي قد يستخدمها داعش للهروب إلى سوريا وإلى تل عفر، وعدم السماح للعدو للتوجه إلى جنوب الموصل، وكانوا ناجحين جدا في القيام بذلك لأنهم تمكنوا من محاصرة العدو في الموصل حيث سيتم القضاء عليهم.
قوات التحالف قامت أيضا كما قلت بضربات جوية وبغارات لدعم القوات المسلحة العراقية في كل أماكن العراق، ونستهدف أيضا داعش في كل مكان، وكل مكونات القوات الأمنية العراقية استفادت من دعم التحالف. دور عناصر الحشد الشعبي بحسب تصريحات لهم سيكون بمسك الحدود العراقية السورية، بل وحتى صرحوا بالتوجه من الممكن توجه إلى مناطق أخرى لتحريرها، من الممكن أو قد تكون تل عفر من ضمن هذه المناطق. برأيك هل سيوفر التحالف غطاء جويا لهم؟ الحكومة العراقية هي التي تقرر ما هو دور كل مكونات القوات المسلحة لاحقا، وهو قرار يتخذه القائد الأعلى رئيس الوزراء العراقي، ونحن نعمل مباشرة مع رئيس الوزراء العبادي لنقرر كيف تدعم قوات التحالف القوات العراقية. يعني في حال لو أقرت الحكومة العراقية بمشاركة عناصر الحشد الشعبي على الحدود ودخولها، في حال أقرت ووافقت الحكومة، هل سيوفر التحالف غطاء جوي لعناصر الحشد الذين ذهبوا للتحرير بأمر من الحكومة العراقية، علما بأن هناك أنباء تتحدث عن موقف أمريكي إذا صح التعبير يعارض أو يقنن من مشاركة عناصر الحشد في تحرير تحديدا منطقة تل عفر، خوفا من احتمالية تدخل تركي إذا ما حدث ذلك؟ علي أن أصحح نقطة في هذا المجال. كل القرارات التي تتعلق بما تقوم به القوات المسلحة تتخذها الحكومة، ونحن نقدم الدعم مباشرة للقوات المسلحة العراقية أيا كان مكون هذه القوات الذي يتصرف، طالما أنه ليس هناك من علاقة مع الحكومة الإيرانية وانتماء إيران، أو هناك انتهاكات على الأرض. وإن طلب منا بالتالي القائد الأعلى أي رئيس الوزراء أن ندعم هذه القوات، نحن سنقوم بدعمها، وإلا سنستهدف مقاتلي داعش حيثما نجدهم، وندعم كل القوات التي تحارب داعش أحيانا بطريقة غير مباشرة. طيب ماذا عن العمليات في الأنبار؟ يوم أمس كانت هناك عمليات للتحالف استهدفت 15 سيارة لداعش، هل لنا بمزيد من المعلومات؟ وهل هناك خطط أخرى لدى قوات التحالف لشن عمليات ضد عناصر داعش في تلك المنطقة وتحرير المتبقي منها؟ نعم، هذا هو مثال لنوع الغارات التي أتكلم عنها. حيثما نجد موارد لداعش وأسلحة لداعش ومقاتلين لداعش، هم يتعرضون لضرباتنا. ومن بين الأمور التي فعلها العدو أكثر من مرة في إطار عملية الموصل هو محاولة القيام بعمليات إرهابية كبيرة بعيدا عن الموصل في أماكن أخرى من العراق، ولكن إن هذه العمليات التي نقوم بها ستخفف من مخاطر هكذا عمليات، وستسمح للقوات العراقية بالاستمرار في مواجهة داعش في الموصل وفي أي مكان آخر في العراق. نعم، كنت معنا عبر سكايب من بغداد المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل جون دوريان، شكرا جزيلا لك.